واصل منتخب سوريا تدريباته في مدينة البصرة العراقية استعدادا للمشاركة بدورة الصداقة الودية إلى جانب كل من منتخب العراق والأردن. وركز فجر إبراهيم المدير الفني لنسور قاسيون خلال التمرير المسائي على حيازة الكرة والانتقال السريع من الدفاع إلى الهجوم والعكس، وأظهر اللاعبون حماسا واضحا لا سيما بعد وصول عمرو جنيات ويوسف قلفة وزاهر ميداني وأحمد الأحمد ومحمود المواس ومؤيد عجان. وتدرب حراس المرمى الثلاثة إبراهيم عالمة وأحمد مدنية وخالد إبراهيم بإشراف الكابتن ماهر برقدار. وأكدت إدارة المنتخب أن المدافع حسين الجويد الذي وصل اليوم إلى مقر البعثة سيغيب عن البطولة للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية وفقا لما أكده المعالج رفيق المصري بعد اطلاعه على الأشعة، حيث يحتاج اللاعب لفترة استشفاء تصل لعدة أسابيع. وأوضحت الإدارة أن باقي اللاعبين سيلتحقون غدا بالبعثة التي وصلت العراق يوم السبت. طبعا أصدقائي كانت هاي آخر أخبار منتخبنا السوري، بنتمنى الشفاء العاجل للكابتن حسين الجويد. طبعا بعد هذا الفيديو تعرض الكابتن عمر السومة لإصابة، بإذن الله نحن رح ننزلكم آخر الأخبار حول إصابة الكابتن عمر السومة، بتمنى له أيضا الشفاء العاجل. بتمنى منكم اشتراك بالقناة وتفعيل خيار الجرس حتى تبقوا على اطلاع دائم بالفيديوهات والأخبار والتصريحات اللي احنا عم نرفعها على القناة، وأخبار منتخبنا السوري وأخبار بطولة الصداقة الودية وأخبار منتخبنا السوري وأخبار بطولة الصداقة الدولية. شكرا لكم.